السلام عليكم ومرحبا بكم. نتكلم اليوم عن موضوع كيف تعيش حياة أسرية سعيدة، كيف تعيش ضمن المجتمع على الرغم من وجود العديد من الاختلافات والتباين، كيف تضمن ذلك لك ولعائلتك. قبل البدء نرجو من سيادتكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وشكرا. لنبدأ. إن الأسرة كما يعرفها العديد من علماء الاجتماع هي الخلية الأساسية التي يتكون منها المجتمع، وهي مكونة من أفراد تربط بينهم صلة القرابة والرحم، ويتشاركون مختلف الأنشطة الاجتماعية سواء المادية أو الروحية، العقائدية والاقتصادية. هذا وقد تفلسف العديد من يدعون العلم بأنهم علماء حول تعريف الأسرة، وما عرفوها وما ذكروها إلا من جانبها المادي فقط، منهم هارون كريستنس، كولي، أرنست بريغس، دينكن، ريني وغيرهم. وكمعلومة في هذا المجال فإنه يوجد ستة أنواع للأسر. من حددها؟ حددها علماء الاجتماع. ما هي هذه الأسر؟ أو في ماذا تتمثل هذه الأسر؟ هي الأسرة المنتشرة، الأسرة النواة، الأسرة الممتدة، الأسرة المشتركة، الأسرة الاستبدادية، والأسرة الديمقراطية. كتوضيح بسيط لكل نوع، الأسرة المنتشرة معناه التي يعيش أفرادها في مختلف أنحاء العالم، منتشرين اسم من الفعل. كذلك الأسرة النواة هي المكونة من الزوج والزوجة والأطفال، أي الأصل، تنتهي بانفصال الأبناء بعد كبارهم أو بوفاة الزوجين. ثالثا الأسرة الممتدة، وهي الأسرة الكبيرة أو العائلة، نذكرها العائلة الكبيرة الموجودة بمكان واحد، التي تضم الأجداد والزوجين والأبناء وزوجاتهم والأحفاد والأصهار والأعمام، وتستمر إلى ثلاثة أجيال وأكثر، هذه تسمى الأسرة الممتدة. الأسرة المشتركة هي الأسرة التي تربط عدة وحدات أسرية من خلال جهة الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت، ويقيمون في نفس المكان من ناحية الجهة. الأسرة الاستبدادية، الاستبدادية هنا علماء الغرب فسروها على أن الأب يكون فيها هو المسيطر فقط، يستبد برأيه وفعله. والأسرة الديمقراطية هي التي تكون قائمة على المساواة بين الزوج والزوجة. هذا ما يقولونه حول أنواع الأسر المنتشرة في أرجاء المعمورة، والتي تكون مختلف المجتمعات منها، ولها أهمية بالغة من ناحية عدة نقاط نذكر منها على سبيل الذكر والمثال للحصر. أولا تكوين المجتمع واستمراريته، الأسرة لها دور فعال في تكوين المجتمع واستمراريته. كذلك تربية الأبناء على نحو جيد، ربوا أبناءكم على نحو جيد. كذلك المساهمة في نهضة المجتمع، عندما تكون الأسرة قائمة على أسس لها جذور فإنها تقوم وتنهض بالمجتمع. كذلك تلبية احتياجات أفراد المجتمع، المجتمع كتلة واحدة، كل فرد من أسرة ما يكمل الجهة الأخرى. كذلك تحقيق القيم الاجتماعية، القيم تكون بالاجتماعات ضمن الجماعات، وليس إنسان يعيش بمفرده ونقول عليه أنه يمتلك قيم. كذلك النهوض بالحركة الاقتصادية، كلما كثر الناس كلما احتاجت الحاجة إلى عدة ضروريات وكماليات يقومون على تلبيتها وتأمينها وإيجادها لبعضهم البعض. كذلك تعزيز الروح الثقافية بين أفراد المجتمع، كل جهة، كل منطقة، كل فرد، كل أسرة لها عادات وتقاليد، لها مولود ثقافي تشاركه مع الآخرين وإلى غير ذلك. كذلك السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو الذي طرحناه في الإشكالية في مقدمة الفيديو، هو كيف نعيش حياة أسرية سعيدة، كيف نعيش هذه الحياة التي تقولون. إذا قررت ذلك فعليك بعدة نقاط أذكرها لكم لتطبقوها، تفهموها جيدا وتطبقوها في حياتكم. أولا تقبل أفراد الأسرة بمحبة، أفراد الأسرة فيهم الجيد وفيهم عكس ذلك، فيهم مختلف الشرائح، المحبة هي أساس كل شيء. تقبل صفات وطباع كل فرد في الأسرة مهما كانت، أخلق جو الحوار معهم، بهذا ستنجح العلاقة الأسرية. أول شيء هو التقبل للأفراد للأسرة مهما كان شكله. كذلك النقطة الثانية إظهار المشاعر والعواطف، كذلك الصحابي الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل سبطيه فقال إني لي 10 من الولد ما قبلت أحدا، فقالوا في معنى الحديث كيف أفعل لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك. انظر إلى إظهار المحبة،
لها دور فعال. الجفاف العاطفي بين الزوجين أو بين الأبناء يخلق الفجوة، يخلق فجوة ويزيد من اتساعها بين أفراد الأسرة. لذا أظهر مشاعر الحب والعطف والحنان والمودة والألفة لأفراد أسرتك، ولا تبخل عليهم بأي من مشاعر الاهتمام، ذلك لأن الاهتمام هو أساس السعادة الحقيقية. نقطة ثالثة، التلاحم في أوقات الشدة. إن لم يجدك أفراد أسرتك وقت الشدة والرخاء فمتى يجدونك؟ كيف تستطيع أن تحافظ على السلامة واللحمة؟ كن مع أسرتك في لحظات الفرح والحزن، في الشدة والرخاء، كف معهم وساعدهم واستمع إلى مشاكلهم وجادل في أمورهم التي تكون لمصلحتهم، حاول إيجاد الحلول، هكذا تزيد أواصر المودة والحب بينكم. كذلك تنظيم الحياة، نظم حياتك بأن تجعل لنفسك ولأسرتك أوقات للراحة والمتعة والتسلية، عش أجمل التجارب والاكتشافات، فهذا عامل مهم كذلك في تقوية الرابطة والعيش بالسعادة. النقطة الخامسة، ركز على الحوار، بأن تجعل أولادك هم أصدقائك وأصحابك، فتستمع لهم وتحاول تقييمهم وتقويمهم حسب الحاجة، والأفضل أن تصاحب أنت أولادك الذكور وتكون معهم تستمع لهم، وتصاحب زوجتك بناتك، وصدقني هذه الطريقة لها فعالية عظمى في زيادة الثقة بين أفراد الأسرة وتجنبهم الأخطاء والزلل. في الأخير يجب أن تعلموا بأنه إذا صلح الفرد صلح المجتمع، وإذا فسد الفرد فسد المجتمع. صلاح الفرد يبدأ من منبته وأصله الذي خرج منه وتربى فيه، هذا هو السر وراء السعادة، فلا تجعلوا الماديات تأخذكم إلى متاهة الحياة التي لا رجعة منها. والمتأمل لواقع الحال يدرك بأن التفكك الأسري نتيجة لذلك الحب الأعمى للماديات والذي تكون ثماره فاسدة لا خير فيها، والله المستعان. لمن له سؤال أو استفسار يترك ذلك في التعليقات. في الأخير شكرا لكم والسلام عليكم.